كابتن حشيش كان خطابه بيان مهم جدا للنادي الاهلي ارسله للكاف. شفنا منذ انطلاق بطوله السوبر الافريقي اخطاء تحكيميه كبيره واضحه فجه ابتدت، يعني مش هقول في مباراه سيمبا في مباراه دار السلام، لكن كانت ايضا كمان في مباراه السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائري، وضربه جزاء واضحه للنادي الاهلي لم يتم احتسابها. طبعا تكررت الاخطاء دي اكتر من مره في مباريات حساسه ممكن تغير يعني نتيجه المباراه خالص، وخصوصا ان البطوله دي صغيره رايح جاي، مفيش دوري مجموعات بقى وفي تعويض وفي كلام من ده. فيعني زي ما احنا بنقول الاتحاد الافريقي هو بيعمل مسابقه جديده فيها النخبه ومسابقه سوبر، لازم يكون كل حاجه فيها سوبر برضو حقيقي، لان التحكيم ده عنصر اساسي ومهم ممكن يبدل خالص. ممكن احنا عارفين ولاعيبه الكوره كلنا عارفين ان ممكن الحكم ده يعني يكتف اللعيبه ازاي، يدي انذارات ازاي، ما يحسبش حاجات. وعن ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش في الماتش بتاع سان داونز كان ممكن تغير النتيجه 1-1 غير 1-0، كان ممكن تغير الاستراتيجيه بتاع حتى الاثنين المدربين في المباراه اللي بعدها. فتكرار الموضوع دوت ما ينفعش، يعني ما ينفعش ان انت عايز تطور وتعمل مسابقات قويه وانت احد العناصر المهمه جدا ما بتطورش فيها. طبعا النادي الاهلي بيان محترم جدا ان هو يعني لان الموضوع اتكرر وبقى زياده عن اللزوم، وبعدين لا قدر الله ممكن يفقد النادي الاهلي بطولات. يعني انا داخل النادي الاهلي مش داخل عشان يشارك، احنا عندنا المراحل دي من زمان، احنا داخلين عشان ناخد البطوله وبطوله بتتعمل لاول مره، يهمنا قوي ان احنا ان شاء الله نحرز البطوله دي عشان نسجل الارقام القياسيه بتاعتنا. فبيان محترم طبعا من النادي الاهلي ومن كابتن الخطيب انه طبعا لازم يعني يحسسهم بالوضع من الاول ومن بدري، عشان يعني احنا مش عايزين زياده عن حقنا، احنا عايزين بس ناخد حقنا في المباريات. فاتعشم ان الرساله تكون وصلت، وان ان شاء الله باذن الله يبقى التحكيم في المباراه اللي جايه تحكيم عادل بالنسبه للفرقتين، وان شاء الله باذن الله التوفيق للنادي الاهلي. وانا متاكد يا اسامه الناس هتشوف حاجه تانية خالص غير اللي حصلت في المباراه الاولى، تشوف رجاله النادي الاهلي، رجاله النادي الاهلي في المواقف الصعبه بيبانوا في وسط الجمهور الكبير اللي دايما داعم. فان شاء الله باذن الله النتيجه هتبقى كويسه وهنكسب وهنطلع للدور النهائي.